حبايبي الحلوين، فيديو النهاردة عن أول حيوانات من حيوانات المزرعة معانا. هنتعلم إزاي نرسم البقرة كل تفاصيلها. استنوني، متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، لايك وشير الفيديو، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مستنية تعليقاتكم اللي دايما بتسعدني. طلب كمان من طلباتكم اللي طلبتوها مني ان احنا نعمل حيوانات المزرعة، لان هي حيوانات بقى كتير جدا وليها عناصر كتير قوي، فانا هختار منها النهاردة عنصر، وان شاء الله نكمل بقية العناصر في فيديوهات تانية باذن الله. هنعمل مع بعض النهاردة البقرة ذكاو. هنعملها بطريقة بسيطة، وبرضو هفكركم ان احنا بنعمل بخور خفيفة خالص في الاول، وبعدين نبدأ نتقل على الخيوط اللي استقرنا عليها. البقرة من الحيوانات اللي رسمها سهل وصعب في نفس الوقت على حسب ما انتوا تشوفوه، بس انا هبسطها لكم على قد ما نقدر خالص. اول حاجة هنعمل دايرتين كبار شوية، قلنا بخطوط خفيفة خالص. ادي دايرة ودايرة اصغر منها شوية هنا. شفتوا ازاي؟ هنعمل ايه؟ هنوصل الدايرة دي بدي، بس هننزل لتحت شوية وبعدين نطلع تاني. ماشي. وهنعمل ايه كمان؟ هنوصلهم من تحت كده. احنا كده تقريبا عملنا جسم البقرة، وهنروح عاملين من هنا بيضاوي عامل كده، اللي هنبدأ نرسم عليه الراس بتاعي. قبل ما نرسم الراس انا حابة اعمل الرجلين بتاعي. هنيجي مع الدايرة دي كده ونبدأ نعمل خط لحد مع الدايرة لحد تحت، وهنيجي من هنا هنلاقيها بس داخلة شوية كده وخارجة تاني. ازاي؟ بالراحة خالص وببساطة. بعد كده هنبدأ نعمل ايه؟ الحتة اللي تحت في رجل البقرة هنقفلها من هنا، وهنعمل جزء اعمل كده ووراه جزء كده، سهلة خالص. وبعدين نعمل رجل تانية باينة من ورا فيها نفس الشكل من تحت. ادي الرجلين اللي ورا، مننساش الديل بتاعها. طيب هنعمل بقى الرجلين اللي قدام كمان. هنبدأ ننزل من هنا بس بخط عادل شوية، ونبدأ نرجع بيه لورا كده، ونيجي من هنا وهنبدأ ننزل الرجل اللي هنا، ننزلها برضو لحد حد دي، يعني نفس المستوى بتاعها. وهنعمل لها الأجزاء بتاعتها من هنا فوق شوية اهو، وبعدين والرجل التانية اللي باينة من وراها على نفس المستوى برضو بتاع دي كده. وقفنا البقرة بتاعتنا. فاضل ايه؟ فاضل نعمل راسها، وبعد كده بقى نمسح كل الخطوط اللي احنا مش عايزينها، او ما ننساش الجزء بتاعها برضو. خلاص. طيب الراس بقى هنعملها ازاي؟ اول حاجة بخط خفيف خالص هنعمل خط كده في النص، ماشي، ونبدأ من هنا نروح عاملين كده، ومن هنا هنعمل كده كأننا بنعمل لها قصة كده، ماشي، وهنطلع لبرة ونروح نازلين داخلين لجوه شوية من هنا. امشوا ورايا واحدة واحدة هتلاقوها سهلة خالص. ومن الناحية دي نطلع لبرة كده، نطلع لحد اخر البيضاوي بتاعنا، ونيجي من هنا نعمل بقى بقه داخل كده جوه، وبعدين جاي من هنا اهو الحته اللي بقى فيها المناخير بتاعتها. ونروح رسمين باقي البق من تحت.
ودول بقى نعمل عينيها، ادي العين اي شكل بقى احنا حابينه، وادي عين كمان نعمل لها مثلا كده كده، سهلة خالص خالص. ويجي من هنا بقى نطلع لها الودان بتاعتها، وفي بقر بيبقى عنده قرن صغير كده، شوفوا ازاي. ممكن بقى تعملوها بتاكل بقى من حشائش، او بس هي واقفة في الزرع كده وخلاص. ممكن نسيبها كده، وممكن نبدأ نعمل لها الاشكال اللي هي بتبقى فيها دي، اللي هو البقر اللي بيبقى لونه ابيض في اسود او بني في ابيض. ممكن نعمل لها اشكال كده، وممكن زي ما قلت لكم نسيبها زي ما هي. خلاص نبدأ بقى، انا خلاص خلصت البقرة بتاعتي، هتفرج عليها اشوف فيها حاجة مش مظبوطة، حاجة عايزة اظبطها، اي حاجة اشوفها. خلاص كده مش محتاجة ان انا اظبط فيها حاجة، ابدأ ان انا احبرها او بالقلم الفلوماستر بتاعكم عشان نشيل بقى كل الخطوط اللي احنا حطيناها في الاول دي عشان تساعدنا، خلاص ما بقيناش محتاجينها دلوقتي. بقرة ايه جميلة وبتضحك وايه وجميلة خالص اهي. ممكن نعمل لها رموش كمان، انا بحب الرموش. كرتون بقى نبدأ، انا حاولت ابسطها لكم على قد ما قدرت. طبعا في رسومات للبقره اصعب من كده بشويه، في حاجات سهله قوي بس ايه مش هيبقى شكلها جميل، يعني مش هتحبوها قوي. وكده بقى اللي هو ايه وسط، يعني مش سهله قوي 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 وشكلها مش هيعجبنا، ومش صعبه برضو قوي. ترجعوا الفيديو تمشوا خطوة خطوة مع الرسم، تلاقوا الموضوع سهل خالص وبسيط. وقلنا الأشكال دي اختياري، يعني حابين نعملها ماشي، مش حابين مشكلة. الأعشاب دي ممكن نعملها كده، وممكن نعملها بالالوان على طول، ممكن ما نعملهاش خالص براحتنا. يعني انا همسح الرصاص دوت كله زياده، نرجع نلون مع بعض.
كده خلصنا، مسحنا الرصاص بتاعنا، جاهزة كده على التلوين. قبل ما نبدأ الفيديو حابة افكركم اللي ما شافش درس ازاي نلون صح ريت يشوفه عشان يقدر يلون معانا مظبوط. وبرده هقول لكم على شوية حاجات كده واحنا شغالين. انا هبدأ اعمل الاجزاء اللي في البقرة دي باللون البني، ممكن تعملوها اسود، تعملوها جري، ما تعملوهاش خالص، براحتكم بقى. بنلون في اتجاه واحد، مش بنسيب اي فراغات لونها ابيض، مش بنخرج بره الخطوط اللي احنا عاملينها. مش بنشخبط واحنا بنلون، يعني احنا لو قعدنا نلون كده بصوا هيطلع في الاخر شكله مش حلو قوي معانا. لا احنا بنلون بالراحه اتجاه واحد كده عشان يبقى شكله نضيف وشكله حلو. خلاص احنا بقى عرفنا وفنانين بقى. احاول اصلح الشخبطه اللي انا عملتها دي. البقرة ممكن نسيبها لونها ابيض، نديها بس اماكن كده في الغامق، في الغوامق بس اللي هي الزبل بتاعها. ممكن نعملها اصفر، ممكن نعملها اي لون تحبه عايز. يعني زي ما بقول لكم دايما التلوين ده بتاعكم انتوا، لونوا الالوان اللي تحبوها براحتكم خالص، بس نحاول على قد ما نقدر ان احنا نلون من فوق لتحت، من اليمين للشمال عشان ما نبهدلش الرسمه واحنا مشغلين. ممكن اعمل لها جزء هنا كده برضه بنفس اللون. شوفي جميله ازاي. طيب هنجيب مثلا اللون الاسود، هبدأ ادي درجات بس زل كده او الرمادي او البني او الازرق، يعني براحتنا بقى. ممكن نعمل بقعة من البني ده برضو في ودانها. ممكن اتقل شوية تحت الراس على اساس انها برضو عاملة زل على جسمها من هنا. والرجل اللي ورا الرجل اللي ورا بنتقلها شوية ان هي بتبقى بعيدة فبنشوفها لونها غامق سنة.
انا ممكن اعمل الشعر ده برضو بنفس اللون. هنعمل البق من هنا باللون بينك او لون بيج فاتح شوية. وجوه البق ممكن نعمله احمر او نعمل لها لسان والباقي اسود براحتنا بقى. انا عايزة اديها برضو شوية كده كده خدود ندلعها يعني. وفوق العين القرون دي ممكن نعملها بالرمادي او بالاسود زي ما نحب. الحوافر دي برضو بالاسود او البني الغامق، القدم بتاعتها من تحت يعني. ما فضلش كده معانا غير عينيها. والحشائش اللي تحت رجليها دي نديها بس لون بسيط كده. ممكن زي ما قلت لكم نحط لها بقها هنا كأنها بتبقى كده. خلصناها اهو. يا رب تكون عجبتكم، تكون سهله بالنسبه لكم، مستنيه تطبيقاتكم. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، لايك وشير الفيديو، وكومنتات كل دايما بتساعدني، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. واشوفكم فيديوهات تانية على خير، ومع السلامه.